الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Today is Friday 26th of May. We are receiving the container of rice from the Eid convoy. The program is fasting Ramadan inshallah. روح تلألئ في السماء تجلل الرحمن وتعظم المولى القدير وتعبد المنان وتحفز النفس الكريمة تبتغي الجنات بحلول شهر الصوم والرحمات والرضوان وبصومها وصلاتها تزداد بالحسنات وتصدق في سر شكر الأخوة القائمين على هذا العمل. نحن شعب السوري النازح نشكركم شكرا جزيلا. تكبير الله أكبر. وتعظم المولى القدير وتعبد المنان وتحفز النفس الكريمة تبتغي الجنات بحلول شهر الصوم والرحمات والرضوان. يا رب فاجمعني بكل الصحب والأحباب واكتب لنا أن ندخل الجنات بالريان. يا رب فاجمعني بكل الصحب والأحباب واكتب لنا أن ندخل الجنات بالريان. روح تلألئ في السماء تجلل الرحمن وتعظم المولى القدير وتعبد المنان وتحفز النفس الكريمة تبتغي الجنات بحلول شهر الصوم والرحمات والرضوان. روح تلألئ في السماء تجلل الرحمن وتعظم المولى القدير وتعبد المنان وتحفز النفس الكريمة تبتغي الجنات بحلول شهر الصوم والرحمات والرضوان.